اهلا بكم حبايبي في فيديو جديد النهارده. ان شاء الله عندنا جوله في ارخص سوق قماش في اسكندريه. احنا النهارده موجودين هنتفرج على حاجات اسعار من اول 15 جنيه. السوق ده يا جماعه بيبيع بالكيلو، بتبقى كده حاجات بواقي مصانع. عندنا ستاير البلاك اوت زي ما شايفين، عندنا قماش تنجيد، عندنا قماش ستاير، كمان القماش الصوف الكاروهات اللي شايفينه ده في بالكيلو وفي بالمتر. ده غير كمان الحاجات الجلد والجوخ وكل ده هنتفرج عليه. بس ما تنسونيش في اللايك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد النهاردة. احنا جايين من أرخص شارع في اسكندرية بيبيع قماش، تحديدا بواقي قماش، وفي حاجات كمان بتبقى أمطار كتير قوي. طبعا الشارع ده، بصوا المبنى اللي قصادنا ده على طول اسمه مبنى مستشفى كرموز، معروف باسم مستشفى العمال. فين في كرموز؟ ممكن تيجي كرموز دي من أكتر من مكان، ممكن تركبي من المنشية مشروع لكرموز يعني وتسألي على مستشفى كرموز، وممكن تركبي من محطة مصر. تمام، ندخل بقى أول حاجة كده، أول فرشة ندخل عليه الأول. سلام عليكم. بكام يا حاجة المتر ده؟ ده 90 الكيلو يا جماعة، ب90 هنا البيع بالكيلو. احنا كده أول حاجة بدأنا بيها، والكيلو الدفايات بقى طبعا على كل شكل ولون ب90. تمام، عندنا كمان عندنا ايه دي يا حاجة بقى؟ دي ملايات معمولة جاهزة؟ مخدات بكام؟ ب70 الاتنين الكيلو. سوري يا جماعه، هنا بالكيلو 70 جنيه الكيلو المخدات التركي. تمام، بصوا يا جماعه هي بتتقفل بس، يعني هي معموله وبتتقفل بس. ده بالنسبه للي هي، وفي طبعا حاجات زي كده الكيلو 70 صح. بصوا المناظر، حاجات حلوه ممكن تاخدي اكتر من حته، عايزه تعملي مثلا ايه، مخدات، خدديات، اي حاجه. والكيلو بقى من ده ستاير ده ولا ايه؟ بواقي ستاير. بكام بقى الكيلو ده؟ ب50 بواقي بقى. بس بيبقى في منها مثلا حاجه تتعمل ولا هي شرايط بس؟ بصوا حاجه زي كده، ايوه ب50 جنيه. تمام تمام يا حاجه، ماشي. ده يا جماعه بواقي الستاير، تعالوا لسه في حاجات حلوه قوي. ده كده ايه بقى ده؟ ده الحاجات اللي هي بتاعت الدكاتره واللي هم بيعملوا عمليات. بكام بقى المتر؟ بكام؟ الكيلو ب50 يا جماعه. في منه الاسود وفي منه اللي هو النبيتي ده؟ النبيتي ده ملايات. ده ملايات. ملايات تركي بكام الكيلو؟ الكيلو ب70. ده حلو قوي. ورينا التاني بقى، عندك كمان الحاجات دي دفايات، دي بكام؟ الكيلو ب90 برضو؟ تمام، الله ينور عليك. ورينا انت اسمك ايه بقى؟ طيب يلا. دي بقى بيتعمل منها قمصان الرجالي، بكام بقى الكيلو؟ ب70 برضو الكيلو يا جماعه. ادي عندنا اهو، ممكن قمصان رجالي، ممكن حاجات برضو حريمي، بجميع الالوان اهي. ورينا كده الالوان حبيبي منها، بصوا الوانها يا جماعه. ادي ايوه، بصوا الشكل ده، منظر اهو حلو قوي. في على مخطط وفي على كاروهات، على فكره محبحب كده يعني بارز. تمام الله ينور. وفي موف، ورينا الالوان كلها اهي، واخضرات وكحلي كله، الله ينور عليك. الكيلو ب70 جنيه. تمام، اللي بقى عايز ربنا يكرمه يفتح باب رزق، ربنا يرزقنا جميعا يا رب. تمام، ندخل على اللي بعده. ده بقى الحاجات دي مش شبعكم؟ تمام، عندنا بقى ده كمان. بكام ده الكيلو؟ الكيلو ب50. ده عباره عن ايه؟ بيتعمل فساتين. وريني كده شكله، ده كريب ده ولا ايه؟ لا ده ستان. ستان يا جماعه، ستان الكيلو ب70. ب50 ولا ب70؟ ب50. في بقى الوان ياما منه اهي، زي ما احنا شايفين ستانات بقى زي ما انت عايزه. بيبقى مثلا في حته صغيره ولا في ممكن مقاسات كبيره؟ لا في صغير وفي كبير. في صغير وفي كبير، حلو قوي. في اسود. تمام، اللي جنبه ده بيتعمل ايه؟ قمصان رجالي؟ في الكارو الساده. ده قماشته بتبقى على قطن ده ولا ايه؟ بص يا جماعه قماشته على قطن اهي. الكيلو بكام برضو ده؟ ب50. الكيلو ب50، حلو قوي. ادي اشكال بقى والوان زي ما انتوا عايزين. واللي ورا ده، ده حريمي ده؟ ده حريمي. فسكوس حريمي. ده ايه؟ فسكوس حريمي بيتعمل بلوزات. بيتعمل بلوزات بكام ده؟ الكيلو ب50 برضه. الكيلو ب50، في حاجات مقصوصه منه تهيألي. يعني كأنه كده مقصوص هيتعمل على الخياطه. وعندنا البفته. الكيلو ب70 قطن بقى، الحاجات بتاعت زمان دي. بصوا يا جماعه الكيلو ب70 الكيلو بتاع البافته. عندك شعبك؟ مفيش. بس في بافته.
ماشي. واللي جوه ده دي ملايات تركي برضو؟ لا سادة. سادة؟ بكام بقى الكيلو؟ الكيلو ب80؟ ب70. تمام الله ينور. كيلو ب70 حلو قوي. انت كل يوم موجود؟ كل يوم ما عدا الحد. ماشي متشكرين جدا الله يخليك. هندخل بقى نكمل معانا الجوله بتاعتنا. طبعا عايزه اقول لكم سوق يعني على الناحيتين ناس قاعده وفرشه وكل انواع المفروشات. قول لي بقى هنا بقى دي بقى بتاعت ايه بقى؟ حلو. دي التنجيد بقى. بكام بقى كيلو؟ الكيلو ب70. ده تنجيد وماشي اللي هو بتاع المراتب. ايوه حلو قوي. ورينا كده اشكال منه كده. بص رصاصي وكل الالوان تقريبا. في منها اتواب كبيره يعني. حلو قوي برضه يا جماعه. السوق هنا بيقفل يوم الاحد. تمام. بصوا النقشه دي. تمام. ايه تاني؟ فرجونا على الحاجات الحلوه. الكنوز بتاع الكرموز الاحمر اهو كمان. تمام الله ينور. حلو. في ايه تاني؟ انا شايفه اسود كمان وشايفه حاجات تانيه. يعني اي حاجه من الفرش اللي قدامنا ده ب70؟ ب70 الكيلو. الله ينور يا عم عليك. بصوا النقشه بتاعته اوريها لكم برده عشان تبقى قريبه منكم في الكاميرا. تمام الله ينور عليك. ينفع ستاير برده نزلات؟ مراتب. بصوا كمان الشكل ده. الشكل ده حلو قوي. تمام الله ينور. ندخل على اللي بعده. شايفين؟ خلي بالك بصوا ده شكل تاني اهو. كل دي ستاير وحاجات. تمام. بصوا يا جماعه كل دي اي حاجه كيلو ب70 جنيه. حتى اللي هي القماش ده الشانيليا ده مراتب برده ب70 برده. بصوا يا جماعه مراتب ده حلو قوي. تعالوا بقى نخش على الحاجات التانيه. اللي عندك ده جوه بكام؟ ده قماش ايه؟ جل بيتعمل تيشرتات. تمام. بكام الكيلو؟ بكام؟ ب60 الكيلو. الله ينور. وده شيفون بيتعمل قماش بيتعمل طرح. تمام. ده بيتباع بالمتر مش بالكيلو ده؟ المتر ب20. تمام. ورينا بقى حاجات تانية كده. ايه تاني؟ ده بيتعمل ايه؟ الفيست. بكام؟ الكيلو ب80. ده بيتعمل فيست او فساتين للعرايس. فساتين سهره يعني بس ليا خروج اكتر. تمام. هات لنا بقى حاجات تانية كده. ده تبعكو؟ ايه ده بقى؟ ستاير. ورينا. ايوه كده. ورينا بقى الستاير دي. دي بكام بقى الكيلو؟ الكيلو ب60 يا جماعه. كيلو الستاير دي مالها؟ اسمها بلاك اوت. اسمها بلاك اوت. حتى الستاير بلاك اوت موجوده هنا. تمام اهو. هو الرسمه دي بس ولا عندكم رسومات؟ قلبي بقى رسومات والوان. البلاك اوت هنا ب60 جنيه الكيلو. حلو قوي. تمام الله ينور. تمام. بصوا اشكال والوان. مفيش حاجه مش موجوده هنا في السوق ده. ايه تاني عندك بقى يا محمد؟ ده بقى قماش جواكت اللي هو الشتوي اللي هو كابوتونيه. ده الكيلو بكام بقى ده؟ بكام؟ الكيلو ب100. في منه الوان غير الاحمر؟ الاحمر وال ده مش ابيض ده ولا ايه؟ ده الظهر بتاعه. ايه تاني بقى؟ ورينا بقى. تمام. في حاجه تاني هنا عندكم؟ تمام متشكرين لكم جدا. هنتفرج بقى ونشوف وندخل. طبعا ده كده اول الشارع. تمام. هندخل بقى كل دي بواقي حاجات وقمشه والكلام ده كله. عندنا مثلا حاجات زي كده. بصوا عندنا برضو فرش تاني اللي هو المخطط ده. ده ب50. ده قماش يا حاج؟ عبايات زي كتان كده. تمام. فين ابو 20 بقى؟ ده ب20. ده ستاير ولا دي الحتت الصغيره دي ب20؟ بصوا حاجات بقى مشكله بقى. اللي عايزين بقى تعملوا توك، تعملوا بنطلونات عيال صغيره، الحاجات دي كلها. بعد ما خلصنا بقى في كمان اقمشه تانية. في حاجات من دي بقى. الاقمشه دي اللي هي بتاعه الخروج اصواف. ممكن بقى تقول لنا؟ طيب بكام بتتباع؟ بالكيلو ولا بالمتر؟ بكام اخويا ده؟ بصوا يا جماعه عندنا الجلد وعندنا الكاروهات. بكام؟ ب 120 الكيلو بيعمل 2 متر وربع. الكيلو بيعمل 2 متر وربع والكيلو ب 120 جنيه. اي حاجه من دي؟ وفي التيل بتاعه. الكيلو فيه متر ونص. الكيلو برده ب 120. الكيلو فيه متر ونص ب 120 وده الساده بتاعه. الله ينور. والجلد بقى؟ 120
120 والايه؟ والكيلو 2 متر. بصوا الجمال، كل الحاجات اللي قدامنا دي اهي الكرهات. طب تعالى وريني، واللي هو ده برده ب 120؟ ده ب 120 الكيلو فيه 2 متر، عشان الناس صح اللي بتسالني. تعالى وريني بقى الفرو كمان. بصوا الكرهات ده شياكته. الفرو ده بكام؟ كيلو برده ب 120، 120 وفي برده 2 كيلو. بص دي الوانه، والجلد اللي هو المحبب ده كده كابوتونيه. 120 وفي برده 2 كيلو وفي 2 سوري 2 متر. بصوا يا جماعه انا بفرجكم برده على الاشكال، ادي الالوان. طبعا هم الناس هنا بيفتحوا كل يوم ما عدا يوم الاحد. ادي الاصوات. في ايه تاني عندك بقى من الحاجات؟ في جوخ. الجوخ بكام؟ 120 برده. 120 و2 متر. الجوخ بقى دي الوانه كلها زي ما احنا شايفين. اصوات الجوخ فيه 3 متر، الصوف فيه 3 متر، الكيلو فيه 3 متر، وكل تيالي كل اللي عندك ب 120 جنيه الكيلو. وفي اتواب، كلها اتواب. تمام، الله ينور عليك. بصوا يا جماعه احنا رحنا بقى الناحيه الثانيه عشان نتفرج برده على بواقي بقى حاجات كده. اتفضل بقى قول لنا يا استاذ احمد. بواقي قماش قمصان وبناطيل. ده قمصان وبنطلونات، اللي هو يعني بيتعمل قمصان وبنطلونات رجالي يعني. بكام بقى الكيلو؟ الكيلو ب 80. الكيلو ب 80. تمام، ايه تاني عندك؟ فوق ده بقى صيفي. ده بتاع ايه بقى؟ بلوزات صيفي؟ بواقي الصيف. ده فسكوز. الكيلو ب 50. الكيلو ب 50. ده فسكوز ده ولا ايه؟ سي واي على فوسكوز على سي واي. اللي هو كان طالع الايام اللي فاتت دي. بتاع البلوزات والفساتين البناتي. واللي جوه ده جيلو وكارينا. جيلو وكارينا كام؟ 60 برضه. ب 60. طب قول لي بقى الكيلو بيطلع كام متر؟ حسب، بس في حاجات بتعمل 3، فاهم؟ في حاجات تعمل 3 متر ممكن. تمام، يعني عندك من اول 50 جنيه اللي هي الحاجات السي واي والفسكوز. الشيفون والسوفت. فين بقى؟ بصوا شايفين يا جماعه المكان ما شاء الله، يعني سوق سوق كبير. ايه الشيفون بقى؟ الشيفون والسوفت. بكام بقى الشيفون والسوفت؟ بالمتر. ده بالمتر. التصفيات برضه. بكام؟ الشيفون ب 15 والسوفت ب 20. طب ممكن تقول لي بقى السوفت فين وال ده يا جماعه السوفت المتر بكام؟ ب 15؟ ده ب 20. ده ب 20. ده بيتعمل بيه ايه؟ بلوزات وفساتين. بلوزات وفساتين. والشيفون؟ برضه نفس الكلام ب 15. ب 15 وبرضه بلوزات وفساتين، وممكن الاقي منه حاجات كتير. المتر يا جماعه ب 15 جنيه وب 20 جنيه. والجل ده؟ ده ديربي. ده ايه؟ رب. ربك. تمام. يتهيالي ده بيتعمل الهاي كول والبيزك اللي تحت الهدوم. ده بكام المتر ده؟ ولا ده بالكيلو؟ الكيلو ب 70 جنيه. تمام، الله ينور. الكيلو فيه 3 متر. حلو قوي، الله ينور. حلو قوي. تمام، في حاجات تانية يعني. الفرشه دي كلها اللي عندك المتر يا اما 15 يا اما 20، صح كده؟ ده اغلى حاجه 20. عندك اقل من كده؟ طب يا احمد تفرجنا. بص يا جماعه، بصوا اشكال كتير قوي. في اسودات، في حاجات مخططه، في اللي هو البيزيكات اللي احنا قلنا عليها. وده كمان بيزك؟ ده بتاع فساتين برده. برده ب 20 او 15؟ لا ده بالكيلو. الكيلو ب 70. ده حلو قوي. بس اطول بتقاس اللي انت عايزه منه. تمام، الله ينور. بصوا يا جماعه، في كمان غير الاقمشه، احنا طبعا اتفرجنا على كل الاقمشه دي. في حاجات جاهزه بالكيلو بقى، يعني مثلا تشتري حاجه. امال دي بتطلع كام حته بقى يعني مثلا في المتوسط؟ الحته مثلا ممكن تعمل اميزان دي ما تكملش 20 جنيه، 15 جنيه. دي 15 يعني. ممكن بلوزه زي دي يا جماعه ب 15 جنيه. الكيلو بكام قلنا؟ 100 جنيه. ب 100 جنيه. وريني اللي هي البلوزه دي. بصوا لو حد بقى عايز كمان. وايه تاني؟ بنطلونات وكله. حلو ده بقى اللي ورا ده. بواقي قطيفه. بواقي قطيفه بكام يا احمد ده؟ بواقي قطيفه بخير ب 60. ب 60 بواقي قطيفه. ب 60. والحاجات بقى بتاعت الفرش دي تبعكم؟ تبع هنا. تبع هنا؟ تبع مفروشات برضه. مفروشات. تمام، بكام بيبقى الكيلو ولا بالمتر دي ولا ايه؟ 70. 70؟ تمام، الكيلو ب 70. تمام. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. استنوا كمان الجزء الثاني ان شاء الله. في عروض حلوه قوي، هتتفرجوا على حاجات من الاخر وطبعا بارخص الاسعار. ادعوا لي بقى دعوه حلوه واعملوا لي لايك قبل ما تقفلوا الفيديو. وشكرا والسلام عليكم.